وصفه السمك المقلي، سمك مقطعه شرايح رفيع قوي، ده بولتي وده دينيس، كل واحد يعمل بالطريقه اللي عايزها اهو. شايفين متقطع صغير ازاي؟ هلبس الجلافز. معانا دقيق وكمون وبهارات سمك وتوم وطبعا زيت وملح وفلفل وممكن كمان عصير ليمون لو عايزين. خلاص وعاملاه المره دي بالنشا عشان يقرمش شويه. خلاص نعمل كده. انا محضره الزيت اهو للقلي، والزيت مش غزير قوي برضو. هجيب بولة اتبل فيها السمك. احلى حاجة في السمك انه تتبيلته بيمسك في التتبيلة بسرعة جدا. عصير الليمون اهم حاجة، بهارات، الكمون، فلفل اسود، ملح، هجيب التوم بتاعي احطه في الكبه، نشيل بقى الحاجات دي كده عشان نعرف ايه نشتغل. هجيب حبة من التوم هحطهم هنا كده، اقلب كويس قوي. هحط السمك، طبعا السمك منضفينه كويس جدا وشايلين الراس والديل. ده الدنيس، في فرق طبعا بين الدينيس والبولتي. الدينيس بيبقى قطره كتير وسمكات صغننه، عشان برضو تبقوا عارفين. هقلب كويس قوي قوي ان السمكيه ايه تتبل تتبيله تمام. يلا بينا، هعملها مرتين ماشي اهي كده. دي متبله حلو، كده نبتدي بقى ايه نقلي اول دفعه، ونخلي بالنا ان الدنيس هيستوي اسرع من البولتي كده. بقى اخليه جنب النار كده عشان ايه احط واسوي على طول، يطلع مقرمش وجميل. ممكن تاكلوا جنبيه بطاطس محمره، تعملوه كده جنبيه عيش وطحينه، تعملوا رز جنبيه، رز ببواقي شوربه الجندفلي بتاعت امبارح. صراحه الجندفلي على فكره كذا حد بعت لي قال لي الفكره لذيذه قوي. انا امبارح بقى زودت عليه ايه وانا باكله كده، سويت اند تشيلي صوص، كمان كان في صوص كده رحت حاطه سويت اند تشيلي، كان لطيف قوي. بقول لكم يعني ايه ممكن تعملوه ازاي.